مشاهدينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أزهار القلوب. أزهار القلوب برنامج له هدف، له رسالة لكل أفراد الأسرة، لكل أب، لكل أم، لكل معلم، لكل ولي أمر. وعشان نحقق هدفنا ورسالتنا كان لابد يكون معنا القيمة والقامة العلمية أستاذ الدكتور أحمد سمير عز الدين. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا بك يا دكتور. دكتور أحمد سمير عز الدين، ماجستير علم النفس نمو الطفل الأطفال والبورد الأمريكي جامعة كاليفورنيا في الطب النفسي واستشاري العلاقات الأسرية. دكتور أحمد، يمكن احنا مش عايزين نفاجئ جمهورنا النهاردة، ولا نفاجئه من البداية ونقول؟ لا قول بقى ما خلاص. احنا جمهورنا العزيز، جمهورنا الأعزاء، كل مشاهدينا، بنعلنكم النهاردة يمكن آخر حلقة في الموسم ده، وهناخد راحة شوية كده وهنعاود تاني إن شاء الله النشاط من أول شهر 2 بإذن الله، ودي لظروف خاصة يمكن دكتور أحمد هيعلن عنها دلوقتي. لكن حلقتنا النهاردة حلقة لذيذة وحلقة مثمرة، وبرضك عايزين مشاركتكم فيها من خلال التليفونات الموجودة على الشاشة أمام حضراتكم. عايزين برضك لو أي في استفسار، أي سؤال. احنا اتكلمنا في حلقاتنا السابقة دكتور أحمد بالتناوب كده، اتكلمنا عن مشاكل النطق، اتكلمنا عن مشاكل الأطفال، اتكلمنا عن فترة الامتحانات اللي احنا مقدمين عليها، ويمكن في بعض البيوت بدأت فيها حاليا النهاردة أو امبارح أو الأسبوع ده، وهنستكملها الفترة اللي جاية، واتكلمنا ازاي نواجه كبيت مصري الأب والأم والأولاد هذه المشاكل، اتكلمنا على العلاقات الأسرية أو المشاكل اللي بين الزوج والزوجة وتأثيرها على الأطفال، اتكلمنا عن موضوعات كبيرة جدا بتهم البيت المصري وبتهم كل أسرة. لكن النهاردة يمكن احنا حلقتنا كده واخدينها يعني واخدينها خطوات كده ومراحل لذيذة، عايزين بس نوجه مجموعة من الرسائل. ولكن قبل ما نوجه مجموعة من الرسائل عايزين يعني نفسر لجمهورنا ليه احنا قلنا دي نهاية الموسم الأولاني من حلقتنا النهاردة، عايزين نسمعها من حضرتك بقى، ما حبيتش نحرقها يعني. هو الاول قبل اي حاجه انا سعيد بوجودي معاكم دايما سواء على شاشه الصحه والجمال ومع حضرتك ومع الجمهور بتاعنا اللي احنا اعتدنا التواجد معاه بشكل اسبوعي. تمام. احنا يعني الحقيقه الموسم الاولاني بتاعنا انا بفضل الله ومدين للجمهور ومدين لحضرتك ولكل كاست العمل كده. احنا حققنا بفضل الله تعالى نجاح ما هو افضل مما انا شخصيا كنت متخيل. نعم. تواصل الناس معانا على الصفحه وتواصل الـ الناس معانا بالتليفونات وبعد البرنامج واتصالات معانا في خلال البرنامج. انا ببقى معاك حقيقي، ما يعني ما بتعرفش تاخد دقيقة عشان تتنفس. الحمد لله، فضل الله. الحمد لله. مجهود حضرتك ومجهود الاستاف. الحمد لله. هو الاول احنا ان شاء الله هناخد بريك شوية. تمام. لارتباطاتنا بحاجتين الحقيقة. الحاجة الاولانية احنا جالنا خبر كويس من حوالي نص ساعة تقريبا. نعم. انه قبل، تم ترشيح البرنامج وتم ترشيح استاذ ايمن وتم ترشيح انا لجوائز او تقييم من مهرجان الاعلام العربي المقام في بيروت. الحمد لله. واعلان الجوائز ان شاء الله هيبقى يوم 18. تمام. وحتى لو احنا ما خدناش اي جوائز انا يكفي راي الجمهور فينا وان احنا وصلنا لغايه كده في اول موسم للبرنامج بتاعنا، واعتقد ده السابق يا دكتور احمد. الحمد لله، الفضل فضل الله يعني. الحمد لله. يعني احنا اول موسم لينا واول شغل لينا لما ترشحنا في هذا المهرجان الكبير اللي بيحظى باهتمام كبير جدا على مستوى الحمد لله، بفضل فضل ربنا يعني. الحمد لله. فاحنا هناخد بريك وان شاء الله هنعاود، بس كل اللي احنا نقدر نوعدكم بيه ان بعد العوده في تطوير في البرنامج وفي تقرير خارجيه في شكل البرنامج. تمام. عشان متنينا على قد المسؤوليه اللي انتم منحتوها لنا. نعم. وعشان اذا كانت المره دي ترشحنا مش عارفين هناخد جواز ولا لا، لكن يعني نامل ان بعد كده ان شاء الله نكمل يعني. هو دكتور احمد عايز اقول لحضرتك حاجه، هو مجرد ان احنا قبلنا بالترشيح او دخلنا ضمن الاستاف اللي هيتم عليهم الاستبيان او التصويت على الافضليه كمذيع، كافضل برنامج، كافضل اعلامي، اللي البرانشات اللي موجوده، ده في حد ذاته تكريم لنا. الحمد لله. وده في حد ذاته تكريم لحضرتك وتكريم ليا شخصيا، ده يمكن وسام على صدري وعلى صدر البرنامج وكل العاملين والكاست الموجودين. الحمد لله. وطبعا الحمد لله. حتى اذا تم ترشيحنا او عدم يتم اختيارنا كافضل، ولكن ده بنهديه لكل العاملين في البرنامج. وبعدين ان شاء الله انا زي ما بقول لحضرتك كده، انا شايف ان الجماعه الاستاف الكاست اللي معانا يا جماعه كاست كله شباب. نعم. يمكن الناس دي خدتني انا شخصيا بالراحه، لان انا كنت سنه اولى ميديا، بس الناس دي علمتني من البدايه خالص. لا. طبعا استاذي واخويا الكبير اللي انا بعتز بيه استاذ ايمن. الصوره اللي احنا وصلنا لها بيكم من اول حلقه لغايه الحلقه بتاعتنا النهارده. لا. الموضوعات اللي تناولناها،
الاعداد مواقف كتيره جدا هنحكيها لكم اثناء الحلقه، كان فيها مواقف كوميديه وكان فيها مواقف طريفه جدا ومواقف كانت صعبه جدا. احنا عشان نقدم لكم الصوره اللي احنا قدمناها طول الفتره اللي فاتت كانت مسؤوليه، وكنا بنمر بظروف صعبه وظروف ارتباطات تعب وظروف ارتباطات سفر. الحمد لله. تمام دكتور احمد، بقى بما ان دي يعني مش عايزين نقول نسك الختام، ولكن عايزين نقول مجموعه رسائل كده لكل اللي شاركونا وكل اللي تعبوا معانا. هو بس مش مقاطعه، انا وعدت الجمهور المره اللي فاتت ان احنا حصل تواصل معانا على الصفحه تمام في ثلاث اسئله، فانا قبل ما نبدا خالص انا هجاوب للناس على الاسئله. نعم. اول سؤال جانا سؤال من صديق صديقه البرنامج مدام سلوى. نعم. واحنا بنتكلم على موضوع الضرب تمام، وانه احنا المره اللي فاتت كنا بنطرح انه الراجل لما بيوصل لمرحله انه الراجل بيضرب ست فده بيبقى خلاص استنفذ كل الوسائل الطبيعيه في الارشاد وفي النصح. نعم. وان هو استفز كفايه انه يعمل ده. نعم. فمدام سلوى بتعتب علينا انه في بعض الاوقات ما بيبقاش الغلط على الست، بيبقى الراجل هو في بعض انواع من الرجاله بتتصرف بعدم وعي او بعدم بتسرع او بعدم وعي الفكرة وطبيعة الشخص اللي قدامه او بهمجية او بشيء من ال. فانا عايز اقول لحضرتك على حاجة يا مدام سلوى، انه بشكل عام العلاقة في النهاية بين الراجل والست قايمة على الاحترام. نعم. مش معنى كلامنا ان احنا بنبرر الضرب للراجل ولا للست. نعم. زي ما في نماذج كويسة للرجالة زي ما في نماذج كويسة للستات، زي ما في نماذج مش كويسة للرجالة زي ما في نماذج مش كويسة للستات. احنا اتكلمنا بشكل عام بالظبط كده. اللي بيحترم في الاساس بيحترم نفسه. تمام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه يضرب امنا عائشة فما ضربهاش ولا حاجة، ضربها بالسواك، نوع من انواع العقاب المدلل يعني. نعم. نعم. ما مش شرط ان انا عشان اعاقب حد ان انا اذيه يعني. تمام. السؤال الثاني جه من صديق البرنامج محمد عبد الحميد. تمام. بيقول ان عنده ابن اخته مدلل جدا وحركته كتير بيجري وبيتعاقب وما بيسمعش الكلام وحاجات كده. نعم. فانا عايز ارجع للاساس في الفكره دي، كل الاطفال المدلعين هم اطفال كل طلباتهم متاحه. نعم. يعني اديله عشان يسكت، اديله عشان يعمل اللي هو عايزه، اديله عشان ينفذ، مضطر يخلص منه بالظبط كده. انا شايف ان الموضوع احنا جاوبنا عليه مثلا 10 مرات قبل كده. نعم. الاجابه ببساطه خالص، واحد لو انا مرة. عندي 3 طلبات بالظبط، اقبل مره، ارفض مره، اجل مره. ولو الطفل اكبر من 3 سنين ما تقلقش وما تزهقش من فكره العياط. نعم. السؤال الثالث انسال من صديق البرنامج استاذ احمد المالكي. نعم. وده كان بيسال على العلاقات الزوجيه ومدى استمرارها. نعم. ومدى نجاح ان احنا ما نوصلش للخرس الزوجي اللي اتكلمنا فيه. تمام. وده يا استاذ احمد احنا نوهنا ليه المره اللي فاتت انه استمرار الحياه الزوجيه بشكل ناجح اساس وعمليه التفاهم والتفاهم بينهم وبين الفردين الاثنين، ان احنا ما نبطلش كلام، ان احنا دايما يبقى عندنا حوار. نعم. ان احنا نتناول مشاكلنا مع بعض، انه لازم نبقى الامور بالنسبه لنا كلها واضحه. تمام. تعالى نبدا. طيب قبل ما نبدا دكتور احمد برضك في سؤال كان جانا على الصفحه ومن خلال الاس ام اس، الطفل العنيد، الطفل اللي هو بيبقى عصبي ممكن مثلا ما يستجيبش لاوامر او لطلبات والده او والدته فيرزع نفسه في الارض فيكسر حاجه، يخبط حد، عنده عنف داخلي. دي الاجابه اللي احنا كنا بنقول عليها. نعم. ان الطفل ده كل ما هو مطلوب متاح. تمام. واحنا اتفقنا قبل كده ان ليس كل ما هو مطلوب متاح. نعم. ان الاساس في التعامل مع الطفل تمام ان انا لما اوجهه بميزه مش بميزه انا عايزها، بميزه هو يحبها. تمام. تنازل الطفل عن العند بتاعه اساسه ان انت تعرف تدي للطفل الحاجه اللي هو يقدر ايه يجي بالظبط كده. تمام. بتختلف تمام. من طفل للتاني. نعم. في طفل بيحب الكرتون، في طفل بيحب الاكل، في طفل بيحب المراجيح. نعم. في طفل يعني ايا كان علاج الكرتون، اسف، علاج العند بشكل عام. نعم. اساسه انه انا افهم طبيعه ابني، ايه المميزات بتاعته، ايه العيوب بتاعته، ايه المفاتيح بتاعته اللي انا اقدر اجيبه بيها. تمام. طيب دكتور احمد بقى نرجع للرسائل بتاعتنا، عايزين نوجه رساله كده او رسالتك ايه للاسره عامه. انتوا مصر. نعم. احنا كل ما بنيجي في لحظه من اللحظات بنشوف السلوكيات السيئه اللي موجوده في الشارع، بنشوف تصرفات الناس، بنشوف الالفاظ اللي بتطلع، بنشوف عدم حب الناس لبعض. نعم. عدم ترابط الناس مع بعض. نعم. عدم سؤال الناس مع بعض. اقول لكم انه انا هقول لسيادتك على حاجه. اتفضل يا دكتور. الاسره هي قوه لبعضها. تمام. احنا بنخلص الهوا هنا مثلا 6:30 6:30 و5. نعم. اول تليفون بستناه كل مره. نعم. من خالي الكبير. تمام. راجل فاهم وواعي، وبعدين بيناقشنا في ادق التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيه. تمام.
تستنى اختك، تستنى قريبك، تستنى زوجتك، تستنى والدتك. نعم. كل واحد في دول ليهم دور دعم. بتحس ان انت كبير بيه. نعم نعم. ما تنسوش في لحظة انه كلنا كبار ببعض. نعم. مهما كانت الاسرة بتاعتك فيها شباب صغير، فيها ناس كبيرة، كلنا بنكبر ببعض وبنكبر لبعض. ولما بندعم بعض بنبقى اقوى دكتور. بالظبط كده. كده. احنا كان زمان ايام المناسبات وايام الاعياد وايام كانت كل مناسباتنا افراح. نعم. يعني كان العيد فرح، وكان شم النسيم فرح. نعم. وكانت اجازة نص السنة فرح، وكانت نعم. اجازة اخر السنة فرح. نعم. على الرغم ان انا هقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. كل الاجيال بتاعتنا وبتاعت حضرتك والاجيال اللي بعدها، الاجيال دي ما بتتمتعش بربع الامكانيات اللي الاجيال بتاعت اليومين دول بتتمتع بيها. بالظبط. يعني احنا قبل البرنامج يا جماعه كنا بنتناول الامكانيات اللي احنا كنا بنتعامل بيها في شبابنا واحنا صغيرين. نعم. وامكانيات الولاد الصغيرين. تمام. هم عندهم امكانيات كتيره جدا بس مش مستمتعين بيها. بالظبط كده. تمام. لعدم وجود الترابط بتاعنا. بالظبط. طيب نوجه رساله للام نقول لها ايه؟ انت اهم عضو في الاسره. نعم. انت الرابط الاساسي اللي بتربط الاسره ببعضها والاسره بكل العيله. نعم. عليك حمل كبير قوي. انا شايف انه انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انه انا اي خير وصلت له ولسه هوصل له هو ناتج حاجه اساسيه، انه ابويا لما توفى مات وهو بيدعيلي. نعم. وانا اي فضل هوصل له بفضل دعاء امي ليا دلوقتي. نعم. وقبل كده وبعد كده. تمام. خدوا بالكم ان انتوا قوتكم قوة الأسرة في الأم. نعم. حطوا أمهاتكم على دماغكم. أمهاتكم دي حاجة كبيرة قوي، دي تاج كبير قوي. أكيد. محدش يملك في لحظة أنه يحاسب والدته. أكيد. محدش يملك في لحظة أنه يعدل على والدته. نعم. كل واحد فينا ممكن يبقى له وجهة نظر، ممكن نتناقش، ممكن نختلف حتى. أكيد. بس في النهاية لازم نفهم حاجة مهمة قوي. نعم. أنه لا يجوز لأي حد أن يحط ملكة متوجة محل تقييم من احد الرعايه. اكيد طبعا. اكيد دكتور احمد. والام لها طبعا كل التقدير وكل الاحترام. طيب رسالتك برضه دكتور للاب اللي هو دايما منسي. والله يا سيدي احنا مظلومين. مش تحيز مننا، لا، عشان الجمهور بس ما يفهمش ان احنا متحيزين يعني. يعني احنا مظلومين يعني. نعم. احنا عملوا عيد للام ده بيقولوا ان احنا مفتريين. رسالتي لكل الابهات حاجة اساسية واضحة خالص، انه حضرتك بتتعب وبتشقى. نعم. عشان خاطر العيلة. نعم. بتشتغل صبح وظهر وبالليل في ظل ظروف اقتصادية كلنا بنعترف انها صعبة جدا. نعم. فبيجبر رب الاسرة على انه يشتغل على طول لفترات طويلة. تمام. عشان يوفر الكسب العيش الكويس ومستوى تعليمي كويس ومستوى صحة ومستوى معيشي مناسب للاسرة. نعم. ولكن انا عايز اقول لك حاجتين. الحاجة الاولانية خلي صدرك رحب شوية، لان اذا كان محتاج تسمع شوية أهل بيتك. نعم. محتاج شوية تبقى موجود معاهم. تمام. محتاج شوية تسمع مشاكلهم. نعم. الحاجة التانية لازم تعليقاتك ولازم كلامك ولازم لفتاتك ولازم انطباعاتك ولازم كل حاجة تبقى مسار دراسة أهل البيت. تمام. أنا هقول لحضرتك على حاجة. تمام. والدي الله يرحمه متوفي بقاله أكتر من سنة. تمام. بس الحقيقة في كل تفصيلة في كل موقف الراجل ده ساب لنا ميراث كبير قوي. اكيد. الميراث ده ما كانش فلوس، الميراث ده كان قيم، قيم ومواقف وعادات. فاحنا نيجي في موقف معين نقول ايه ده الله يرحمه، الله يرحم بابا لما كان هنا قال كذا، الله يرحمه بابا قال على فلان كذا، ما كانش عجبه الكلام. المفاجاه بقى حضرتك في حاجه. تمام. واحده، انه انا ابويا الله يرحمه. تمام. زي اي حد محترم في جيل العظماء ده، ما 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 بتعنيش قيمتهم ولا قوتهم الا بعد ما بيرحلوا عن العالم ده. انه حتى الناس اللي بتختلف معاه بتعترف النهاردة انه في مرحلة فاصلة، وجود الناس دي كانت قوة. خليك قوة لكل عيلتك زي ما ابهاتنا كانوا قوة لينا. اكيد اكيد. طيب برضو مش هننسى الـ الـ الاساس اللي عملنا لهم برنامجنا وسميناه باسمهم، هم ازهر قلوبنا اللي هم اطفالنا الصغار. حبيبي حبيبتي، خدوا بالكم انتوا، احنا وبابا وماما وتيتا وجدو، احنا جايز نكون كبار النهارده. نعم. بس بكره انتوا اللي هتبقوا موجودين. الدور عليك مش احنا. استمتع والعب واجري وتفسح وادرس واحلم، واوعى تنسى وانت بتحلم انك تشيل بابا وماما على دماغك، واوعى تنسى وانت بتحلم انك تحلم لبلدك وانت تحلم لنفسك، وانك اوعى تنسى انك تمشي حياتك من غير ما تبقى عايز. انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى دكتور؟
عايز تبقى مهندس، عايز تبقى محامي، عايز تبقى محاسب، عايز تبقى اعلامي، اللي انت عايزه حبه. عايز تبقى لعيب كوره، اللي انت تحبه عوزه اشتغل عليه وصدق نفسك، ومهما اي حد في اللي حواليك حاول يحبطك خليك قوي كفايه ومصدق نفسك كفايه، انت هتوصل لابعد نقطه انت صدقت فيها نفسك. اوعى في لحظه حد يحبطك، اوعى في لحظه ما تصدقش نفسك، اوعى تخلي اي كلام من الناس اللي حواليك، اصحابك، اهلك، حد ما بيحبكش يحبطك. كل الناس النماذج المحترمه النهارده اللي بقت كانت يوم من الايام في سنك، كانت يوم من الايام في وضعك وصدقت نفسها فوصلت. تمام دكتور احمد، يمكن احنا برضك مش هننسى قيمه هامه جدا، حتى لو المجتمع واحنا بنعيش واقع همشه او اتغير شكله او اتغير مفهومه، لكن لازم نوجه له رساله، المعلم او المعلم. الحقيقه انا يعني شايف انه قيمه المعلم، احنا والاجيال القديمه شويه تحس بقيمه المعلم. اكيد زمان كان المعلم حاجه كبيره جدا، بيربي قبل ما بيتعلم. تمام. احنا في ظروف التعليم بتاعنا بعافيه حبتين. تمام. حقوق الطالب جوه المدرسه مهدره 3 حبات. نعم. كل الولاد بشكل صريح ومش عايزين نجمل الصوره، اعتمادهم في الاساس مش على المدرسه، على ما يتم بس خارج المدرسه من دروس وكورسات وخلافه. اكيد. بس ارجوك حضره المدرس او المدرسه المحترمه، ما تنساش ان انت جنب دورك، سواء في مدرسه، سواء في سنتر، سواء في اي حاجه انت شغال عليها، ان انت وانت بتعلم ولادك علمهم القيم، علمهم ما يكذبوش، علمهم يبقوا اقوياء كفايه، علمهم يحلموا. كل ده يا دكتور احمد المعلم يرجع قدوه تاني. بالظبط. يعني انا مش شايف الفكره يا استاذ ايمن في الاساس انه انا عشان ابقى مدرس جوه مدرسه بس. المدرس جوه المدرسه، المدرس في البيت، المدرس في الشارع، المدرس قيمه. انقل قيمك لاولادك، هتعيش بالقيم اللي انت علمتها لهم. مش عشان انا عايز احظى بحب الطلبه بتوعي، او عشان ابقى انا في نظرهم حاجه محببه، اتنازل عن قيم وعن اخلاق وعن وعن وعن، فانسى دور القدوه. صحيح. هو ده اللي احنا عايزينه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. القدوه تصرف. اكيد. يعني انا النهارده لما اجي افتكر زي حضرتك كده، اخويا الكبير بيتصرف معايا ازاي؟ نعم. اختي الكبيره بتسال عليا بعد كل برنامج، ايه عملت ايه، وصلت لفين، رحت فين. تمام. والدتي بتقلع عليا، ايه فين ليه ازاي. نعم. اختي انت رحت فين، جيت منين، جيت ازاي. تمام. خالي انت رحت فين، جيت منين، جيت ازاي. عارف انا لو اتصرفت صح قدام الناس اللي بيتكلم معايا هنقل لهم قيمه واضحه. تمام. نحكي لحضرتك تفصيله صغيره جدا. اتفضل. بس انقلوا الحب للناس بتوعكم، كل العيله لو نقلت الحب في التصرف مش بالكلام. نعم. اجمل قيمه ممكن تنقلها للناس مش حب الكلام، مش انك تفضل صبح وظهر وبالليل. نعم. انا بحبك، انت جميل، انت حياتي، انت الحب، الحب كله كويس كده. لا، انا عايزك تنقل الحب كقيمه. تمام. في يوم من الايام انا كنا في مناسبه عائليه، وانا لابس بدله وطقم محترم وكل حاجه، جوز اختي الكبيره دخل فبص كده فلقى الطقم شيك جدا، ولكن هو لابس كرافته شيك قوي. نعم. فقال لي لا لا لا، الكرافته دي ما تتلبس على ده. راح قلع الكرافته بتاعته وراح ايه ملبسها لحضرتك. ملبسها لي. تمام. القيمه هنا ما كانتش قيمه الكرافته، القيمه هنا الفعل نفسه. كانت قيمه التصرف. نعم. خلاص. نعم. تمام. ان انت اقول لحضرتك على حاله انا شخصيا عشتها بيكو وبالناس وبالبرنامج، ان انا بعيش بعد البرنامج ساعه. نعم. مع ناس انا بحبهم وبحترمهم في التليفون. تمام. من اخ الاخت لعم الخال لعم الوالده لحضرتك. تمام. ان كل واحد فيهم له في شغلنا وله في فكرتنا حاجه انطباع هو مستناها. نعم. يعني والدتي ربنا يديها الصحه تقول لك ايه رب. ايه اخباركم، عاملين ايه، تمام، انتوا كنتوا منورين النهارده. تمام. ربنا يبارك فيها رب. اختي تقول لي لا، انا يعني اكتر الناس اللي انا بحبهم الحقيقه ولاد اختي الصغيرين ولاد اختي الكبيره. بيهمك رايهم. تمام. ولاد اختي الصغيرين لسه مش واعيين قوي، لكن يجي يقعدوا قدام التلفزيون ويغيبوا رغم ان هم مش منتبهين قوي، لكن عارفين هو ده اللي احنا بنقعد معاه. ولاد اختي الكبيره لا، دول شباب كبار بقى. تتفرج حضرتك على القيمه، ان انت تحس انك عملت حاجه، انك تشوف نجاحك في وش ولاد اخواتك، انك تشوف نجاحك في وش اخواتك. نعم. ان هم يحسوا ان هم فخورين بيك. تمام. ان انت لما تكبر بيهم. تمام. انك تستني تليفون من خال، تليفون من خاله، تليفون من عم، تليفون من عمه،
انك تلاقي مرات عم او مرات خال، حد بيكبرك، حد بيدور عليك، حد بيقول لك خد بالك الحاجه الفلانيه دي انت لازم تعمل فيها كده. هي دي القيم اللي احنا لازم موجودين بيها. نعم. في بيت او في مدرسه. تمام دكتور احمد. طيب دكتور احمد، يمكن احنا اتكلمنا كتير قوي عن في حلقاتنا السابقه، وكلمنا عن الاختلافات، وكلمنا عن ادوار ورولز معينه للاب للام للاولاد، وكان هدفنا ان احنا التثقيف والتوعيه وتصحيح مفاهيم، ان احنا ننقل ده حتى اللي فايته الحته دي يقدر ياخد باله منها وبتاع. لكن واحنا بنتكلم عن التربيه والسلوكيات والتعديل، عايزين نوضح برضه لجمهورنا ايه الاختلاف بيننا وبين الغرب، او الاختلاف بين التربيه عندنا او بره وجوه، لان الناس دايما بتبص له على ان هم دايما المثل بنقلدهم في كل حاجه، لكن للاسف في حاجات كتيره قوي ما بنقلهاش صح. هقول لحضرتك على حاجه. الامكانيه بتاعه الطفل احنا بنمتلك افضل منتاليتي اللي هي قدره عقليه او قدره ذهنيه العقليه، احنا بنمتلك افضل منتاليتي في الولاد بتوعنا. تمام. ان الولد الصغير من سن سنتين او ثلاثه بمجرد ما يبدا يوعى فبيبدا يجرب، فبيبدا يشوف، فبيبدا يكتسب خبرته وثقافته من بيته، من عيلته، من البيئه المحيطه. بالظبط كده. تمام. ولكنه عنده حاجه بنسميها ذكاء فطري. تمام. مع كل الاهتمام اللي بيتم بالطفل في سن صغير بتديك نتائج مبهره. جميل. كل الاختبارات العالميه او المسابقات العالميه اللي اتعملت لاطفال في سن صغيره، نعم، اثبت الطفل المصري انه ان ما كانش اذكى الاطفال فهو من اذكى الاطفال، مش في المنطقه العربيه بس، لا في العالم كله. جميل. ولكن الفرق بين ثقافه يا دكتور احمد بتقول لغايه 6 سنين بس. بالظبط كده، لسه هقول لك اهو. ولكن تختلف ثقافه التربيه بين الطفل الاجنبي والطفل المصري لغايه سن 6 سنين اللي ما فيهوش تدخلات. بالظبط كده. احنا بقى في الست سنين دول احنا بنربي احنا والبيت. تمام. كويس كده، بيور طبيعه. بالظبط. نبدا بقى بعد 6 سنين محتاجين مستوى تعليم، محتاجين مستوى عائلي، محتاجين موهبه، محتاجين هدف، محتاجين نظريه الحلم، محتاجين كل ده نعلمه لاولادنا من هم 6 سنين. تمام. انا دعوه مني انا لكل الناس اللي مسؤوله عن اي حاجه في البلد، لكل الناس اللي بتدور على ان بلادنا تبقى كويسه، اكبر استثمار ممكن نستثمر فيه وبلدنا تنهض بشكل سريع جدا هو الاستثمار في التعليم. تمام. كل الدول المتقدمه، اليابان والمانيا والهند والصين والبرازيل، كل الدول دي لما جت تنهض بالنهضه الاقتصاديه بتاعتها ما بداتش في الاساس غير بالتعليم. تمام. ان المنتج اللي طالع هو اللي هيدير. اكيد. الاساس يا جماعه استثمروا في اولادكم بالتعليم. كل واحد فينا يقدر يعلم ولاده، كل واحد فينا يقدر يكلف عشان ابنه يتعلم اكتر، يبدا يعليله تقنيه تعليمه اكتر، يبدا يفهمه اكتر، يوعيه اكتر، هو ده الفايده اللي انا بتكلم فيها. هو الكنز بالنسبه لنا. بالظبط كده. اهم استثمار ممكن تستثمر لابنك مش في شقه ولا عربيه. نعم. استثمر لابنك بتعليمه. كل ما تصرف على تعليم ابنك، كل ما ابنك يبقى مداركه واسعه، كل ما هو في مثل احنا بنردده هنا في مصر بيقول لك ايه، ابني ابنك وما تبنيش لابنك. صح. تمام. جميل يا دكتور احمد. طيب في عبارات موجزه كده هقول لحضرتك بعض المصطلحات او بعض الكلمات، وعايزين نعرف برضك بالنسبه للدكتور احمد بخبراته وبعلمه تعني لك هذه الكلمه ايه؟ يعني مثلا ما نقول الاسره بالنسبه للدكتور احمد تعني ايه؟ الاسره هي الحياه. تمام. سريان الحياه الحقيقي لكل حد فينا هي الاسره. كل ما كانت الاسره دافيه، كل ما كانت الاسره بتعشش على اولادها. نعم. كل ما كنا كلنا بنكبر بالعيله، بنكبر بالاسره، بنكبر بلمتنا، بنكبر بمسابقاتنا، بنكبر بكل حاجه. تمام. كل ما احنا في لحظه شريان الحياه الرئيسي يا جماعه اللي احنا لازم نحافظ عليه هو اسرتنا، هو عيلتنا، هو لمتنا اللي احنا افتقدناها. تمام. المدرسه يا دكتور احمد. المدرسه هي الاستثمار الاول للطفل، الاستثمار الاول للاسره. نعم. الاستثمار الاول للبلد. نعم. غياب دور المدرسه، غياب دور الرسالة التعليمية، هو ده اللي وصلنا النهاردة اللي احنا وصلنا له. الشخصية الملهمة. الشخصية الملهمة هو كل شخص وجوده بيعتبر علامة فاصلة في حالة عدم وجوده. نعم. احنا اذا مؤثر اكتر من كلمة مؤثر. تمام. الشخص الملهم اللي مجرد ان انت تبص في وشه ما بيتكلمش، يديك فكرة. نعم. انت بتثق فيه جدا. نعم. تختلف معاه ماشي، ما يعجبكش تصرفه كويس. تمام. بس في النهاية هو شخص محترم. نعم. هو شخص عادل. تمام. هو شخص مسؤول، ما تملكش غير انك تحترمه. تمام. ما تملكش غير انك تستوعب تصرفاته. تمام. ما تملكش غير انك تتعلم منه. تمام. يا كل اب خليك لولادك لعيلتك لأسرتك
مش مجرد كمالة عدد، خليك ملهم للعيلة دي. الأشخاص اللي بجد، العظماء اللي بجد، أصحاب المقام الرفيع اللي بجد، اللي الناس بتفتقدهم مش وهم أحياء، اللي الناس بتفتقدهم وهم مش موجودين. اوعى تفتكر ان انت لما تبقى موجود في وسط ولادك وتبقى كمالة عدد ان هم هيفتكروك وانت مش موجود. خليك مؤثر، خليك ملهم، خليك قوي، خليهم يفتكروا تصرف ليك، خليهم يفتكروا كلمة ليك، خليهم يفتكروا وجودك، عشان لما تبقى مش موجود او عشان لما تبقى تعبان او عشان لما تسيب الدنيا خالص يبقوا هم ظهرك. طيب ناخد اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو اخت زينب. الو شكرا على الاتصال، اكيد الاتصال اتقطع دكتور احمد. طيب نرجع لكلامنا، تقول ايه بقى دكتور احمد، او ماذا تعني بالنسبه لك قيمه احترام الكبير؟ القيمه دي يا جماعه لما اختفت من مجتمعنا كانت مشكله اساسيه لازم نتعامل معاها، اللي هي ايه؟ بنشوف ناس صغيره بتزعق لناس كبيره، بنشوف ابن بيضرب ابوه، بنشوف ابن بيضرب امه، بنشوف بنت ما بتراعيش والدتها، بنشوف بنت ما بتحترمش عمها، بنشوف بنت بتقل ادبها على من هو اكبر منها. قيمه انك تحترم الكبير هي قيمه ان انت تبني مجتمع، ان انت مهما اللي قدامك كان راجل تجاوز في حقك ما تنساش قيمه ان هو كبير في السن، ما تنساش قيمه ان انت تحترمه، ما تنساش قيمه ان هو يبقى وانت بتتعامل معاه وضح وجهة نظرك، اختلف معاه زي ما انت عايز، انا ما بقولكش الغي شخصيتك، بس في النهاية ما تنساش حقيقة ثابتة انه سنه وخبرته وقيمته دي مش حاجة شوية. تمام. طيب تقول ايه بقى دكتور احمد لنظرية الحلم؟ الحلم هو الدنيا. نعم. الانسان اللي عايش من غير حلم هو انسان في الحقيقة مش عايش. نعم. بثوا في ولادكم وبثوا في عيلتكم وبثوا في كل اللي تحبوهم فكرة الحلم. نعم. خليه يدور على بكرة، خليه يحلم ببكرة، خليه يشوف ان هو قادر، ان هو عايز، ان هو شايف، هي دي الفكرة. تمام. طيب دكتور احمد عايزين نوجه برضك شكر لكل فريق العمل اللي شارك معانا، وعايزين من حضرتك برضك كلمة لفريق العمل للبرنامج. انا اسمحوا لي الاول يا جماعة اقول حاجة، وانا يمكن رددتها في اول حلقة في البرنامج وبرددها النهاردة. اوعى تفتكروا انه نجاح البرنامج او النجاح اللي احنا وصلنا له بفضل الله تعالى هو نجاح ايمن او دكتور او احمد او احمد او ايمن. الاساس في النجاح هو نجاح ستاف. احنا الستاف بتاعنا ورا الكاميرا، الستاف بتاعنا في المركز عندنا، احنا ورانا مخرج مبدع، ورانا مصور مبدع، ورانا اضاءة قوية، ورانا صوت قوي، ورانا معد محترم، ورانا مدير استوديو هايل. كل الناس دي انا مش عايز انسى حد، مش عايز انسى حد، ومش عايز انسى فضل حد من دول على البرنامج وعليا. لكن في النهاية القيمة دي خلتني انا والاعلام المحترم القوي المحترف ايمن بيه نوصل في لحظة انه نقدم الرسالة القوية دي. ما ننساش ان انا شخصيا مدين للاستاف عمل بتاعي الصغير بشكل سريع، ريهام، علي، شيماء، فاطمة، خالد، سهام، الاستاف الصغير بتاعنا. انا ما ننساش برضو، ما هو ده الاستاف بتاعنا احنا بندعم فيه. انا ما ننساش دور اسرتي من اصغر حد بنت اختي الصغيرة لغاية اكبر قيمة امي، خالي، عمي، اختي الكبيرة، اختي الصغيرة. انا عايز اقول لكم على حاجة، اوعى حد يفتكر ان اللي انا بقوله ده حاجة فيها نفاق، ابدا. حبوا اللي حواليكوا، رجعوا الحق لاصحابه. احنا ما نجحناش لان احنا بس اللي ناجحين، احنا الناس اللي دعمتنا عشان نقدم لكم الرسالة دي هم في الحقيقة انجح مننا، هم كانوا سر قوتنا. وانا بضم صوتي لصوتك يا دكتور احمد، وبنشكر كل فريق العمل، مخرج البرنامج الرائع الاستاذ اشرف، الاستاذ نصر، الفيديو فونت، البلاي اوت، الصوت، الكاميرات، رجال الفنيين، مخرج التنفيذي، مش عايز انسى حد، الاس ام اس، كل الناس اللي ساعدونا وكل الناس اللي اشتغلوا معانا، مدير الاستوديو، مدير البرامج، رئيس القناه، احنا مش عايزين ننسى حد، بنشكر كل الناس اللي ساهموا معانا في نجاح هذا البرنامج، وبنوعدكم بلقاء قادم ان شاء الله بعد الفتره الوجيزه اللي احنا نوهنا عنها نظرا للظروف اللي دكتور احمد وضحها، وان شاء الله احنا سعداء جدا بوجودنا معاكم، وبنستودعكم الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.